أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دوما ودائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. عمت مساء، مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة. واليوم راح طبعا نستكمل حديثنا عن هذه المجلة، مجلة الرياضي، تاريخ مارس 1999. كان تكلمنا في الحلقة الماضية على طبعا لقاء مع زين الدين زيدان بعد تتويجه بأفضل لاعب في العالم عام 1998، لكن زيدان قال أنا لا أستحق اللقب طبعا، وهذا كلام خطير يعني، اعتراف يعني جريء، تواضع يعني. نعم، يعني في أحد يقول أنا مستحق، خلي إبراهيموفيتش. نعم، في لاعب بالدنيا لما يقولوا له أنت أفضل لاعب بالعالم يقول نعم أنا أفضل لاعب بالعالم، يعني طبعا نعم قال لا أستحق اللقب، واعترف بأني لا أستحق اللقب، هناك لاعبون آخرين يستحقونه. وكان سكر طبعا لاعب كرواتي أكثر لاعبين ثلاثة سعادة ودهشة عندما دعي للصعود إلى المنصة لإعلان فوزه بالمركز الثالث. فاز سكر بجائزة الحذاء الذهبي لفوزه بلقب هداف كأس العالم بأهدافه الستة اللي سجلها، وبعد موسمين صعبين مع ريال مدريد كان يجلس خلالهما بين لاعبين احتياطيين في معظم مباريات. تألق سكر في نهاية كأس العالم ليصبح أحد أخطر لاعبين داخل منطقة الجزاء. طبعا سكر لاعب كرواتيا، نجم كرواتي، كرواتيا الكل يعرف أنها كانت أساسا يوغوسلافيا، يوغوسلافيا برازيل أوروبا ونجوم يعني. كرواتيا تتكلم 98 وصلوا قبل النهائي وخسروا من الدولة المضيفة، من بطل البطولة 2-1. إذا فرنسا بالنهائي فازوا على البرازيل 3-0، فهم فازوا بشق الأنفس بهدفين لتورام 2-1 على كرواتيا. وكرواتيا 2018 وصلوا النهائي في موسكو، كأول مرة يوصلوا النهائي جيل مودريتش والجيل الجديد هذا اللي تشوفونه، وخسر النهائي 4-2. وأيضا في كأس العالم الأخيرة في قطر الدوحة وصلوا الدور قبل النهائي وحصلوا على المركز الثالث، يعني ثلاث مراكز أو مركزين هذيل دائما ثلاث بطولات أحرزوا فيها تناوش اللقب على قولتهم. وزيدان هو نتاج موجة ثالثة من المهاجرين اللي تألقوا في كرة القدم في فرنسا خلال القرن الحالي بعد ريموند كوبا وميشيل بلاتيني، ويعد الثلاثة أبرز لاعبي كرة القدم في فرنسا. كوبا ابن لبولنديين هاجر إلى فرنسا في العشرينيات للعمل في مناجم بشمال البلاد، وبلاتيني إيطالي. أما بلاتيني كابتن المنتخب الفرنسي الفائز بنهاية كأس الأمم الأوروبية عام 84، فهو ابن لمهاجرين إيطاليين توجه إلى فرنسا في الأربعينيات. يعني تعرف حتى النجوم إيطالي من اسمه تحس إنه إيطالي، بلاتيني نفس مالديني نفس نعم. كابريني نفس، يعني هذه من اسمه تعرف إنه نعم. إيطالي، بس والله كان لو لاعب مع منتخب نعم. إيطاليا. ووصلت عائلة زيدان إلى فرنسا في موجة الهجرة من شمال أفريقيا خلال الستينيات، وساعد كوبا المنتخب الفرنسي على الفوز بمركز ثالث في نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 58. صحيح. في حين قاد بلاتيني المنتخب لأول فوز كبير له عام 84 كأس أوروبا، ونشأ زيدان في ضاحية. طبعا مساعد زيدان حقق فوزا أكبر بالفوز بكأس العالم صحيح. العام الماضي. ونشأ زيدان في ضاحية لا كاسلين بمرسيليا، ما زال له العديد من الأصدقاء هناك، ولكن فريق أولمبيك مرسيليا لم يهتم بضمه. وبدلا من مرسيليا ظهر زيدان لأول مرة مع نادي كان الفرنسي قبل أن ينتقل إلى بوردو ويصعد معه لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 96. صحيح. وبعد انتقاله إلى إيطاليا صعد مع يوفنتوس الدور نهائي في البطولة الأوروبية. أنا صراحة شدني هني، بس قبل الله أختم موضوع زيدان، زدني هني صور لثلاث مهاجمين يعني أو لاعب وسط ومهاجمين، هو لوثر ماثيوس يعني وسط مهاجم صحيح، وفان باستن الأسطورة الهولندية، وبابان هذا طلع فترة يعني مهاجم فرنسي، جان بيير بابان. نعم. وكانتونا طلعوا بعد جيل بلاتيني كانتونا وجان بيير بابان، لكن قال لهم كش ملك يعني زيدان قال لهم استريحوا شوي، فدشوا بجيل اللي يعتبر الجيل الذهبي في تاريخ فرنسا. فاصل بغازي، ايش رايك نطلع وبعدين نتابع بقية الحلقة؟ أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع مجلة الرياضي 99 في مارس 1999. طبعا ولد زيدان زين الدين زيدان في 23 يونيو 23/6 عام 1972 في مارسيليا. هنا سجل أفضل اللاعبين 91 لوثر ماتيوس ألمانيا، اثنين وطبعا الثاني كان جاء بابان فرنسا، والثالث جاري لينكر. 92 كان ماركو فان باستن هولندا. 93 روبرتو باجيو إيطاليا. 94 روماريو البرازيل. 95 جورج ويا ليبيريا. 96 رونالدو البرازيل. و 97 كذلك رونالدو البرازيل. و 97 يعني كان رونالدو البرازيل، والثاني روبرتو كارلوس، والثالث دينيس بيركام. 98 زين الدين زيدان، وطبعا بالنسبة لي سجل أفضل لاعبين. أشوف الصورة هذه مال كأس العالم. إيه نعم. إيه هذا ليزارازو. إيه نعم. ليزارازو. إيه وهذا بيريس، وأعتقد لي ويام زيدان. نعم. في ختام دورة هلا فبراير الرباعية لكرة القدم، اللقب ومئة ألف دولار لرابيد النمساوي. رابيد فيينا. إيه نعم. الأزرق استفاد من وجوه جديدة. أحرز فريق نادي رابيد فيينا النمساوي لكرة القدم كأس دولة هلا فبراير الرباعية التي نظمتها الكويت خلال فترة من 15 إلى 18 فبراير، وذلك أثر فوزه في المباراة الختامية على منتخب إيران 3-1. وتوج رابيد نفسه كأول بطل لهذه الدورة الدولية التي ينتظر أن تقام كل سنة، وجاء فريق أتلكو مينيرو البرازيلي ثالثا بعد فوزه على منتخب الكويت الوطني 3-0 في مباراة تحديد مركزين الثالث والرابع. وكان الدور الأول من البطولة قد شهد فوز منتخب إيران على الكويت 2-1، ورابيد فيينا على أتلكو مانيرو برازيلي 2-0. طبعا أنا والله بوجهة نظري الشخصية المفروض أنا أشجع استمرار البطولات هذه الودية، لأن المنتخب ما يشارك في يعني منتخبنا حاليا مستوى الفني ما يأهله بدليل التصنيف. احنا تصنيفه ما ادري كم وصل والله، من كثر ما نعرف يمكن وصل 186 ما 145 والله ما اذكر. فعشان كذي احنا ما نشارك في بطولاتي، يعني بس بطوله الخليج اللي كنا نشارك فيها، ولانها بدون تصفيات. لكن كاس العرب طلعنا منها، كاس اسيا طلعنا منها، كاس العالم طلعنا منها، كل البطولات نطلع منها. فالجيل هذا اذا ما يمر على بطولات واحتكاكات تصير، لازم تكون هناك بطولات وديه مثل بطوله فبراير. نعم. ولا نسمي بطوله مثلا بطولة مبارك الكبير لكرة القدم، يجمعون فيها بعض المنتخبات العالمية والأندية العالمية، خلي يصير احتكاك، مو مشكلة اخسر بس. يعني طبعا هذه لقطة جماعية لرابيد فيينا وأتلكو، أتلكو مانيرو قبل اللقاء انتهى لرابيد فيينا 2-0. وهني طبعا صورة لمنتخب إيران، صورة لمنتخب الكويت، وهني طبعا صورة لفريق أتلكو مانيرو البرازيل، صورة جميلة طبعا ظاهرة تقضت في البرازيل. وهني طبعا تكلموا عن ان باكنباور حضر الدوره واثنى على النجوم، وقال طبعا باكنباور اللي يزور الكويت في اطار حمله الترويج لاستضافه المانيا لكاس العالم 2006 اعجابه بدوره هلا فبراير الرباعيه. طبعا باكنباور او الراحل باكنباور يعني علامه من علامات كره القدم على مستوى العالم، مو بس بالمانيا. فاز بكأس العالم كمدرب وكلاعب وكابتن، فاز ببطولة أوروبا، فاز في دوري الأبطال مع بايرن ميونخ، يعني صراحة يعني اسم. فعشان كذي كان يسوق لكأس العالم 2006 في ألمانيا، وقدر أن ألمانيا تنظم هذه البطولة. وصلنا التجوري بغازي. التجوري صورة جماعية لفريق رابيد فيينا النمساوي حاصل أو بطل بطولة هلا فبراير. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية حلقتنا. لا يسعني في نهاية الحلقة لأني أشكركم على المتابعة، وأشكر زميلي فهد عبد الجليل. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.